ثاني زين او ده بغيت طعم على العوشه حمدك كي داير بخير ما عرف كيف بخير خاص خير ضروري ما درت واحد الحسانه ما متاكدش منه يا الرازر الحام لا ما متاكدش من هاد الحسانه فهمتي بحالك انت مليت الكوبي موستاج عندك السيل ديال تركيا السيل تركيا كيعجبني هاد السيل ديال تركيا تركي فهمتي نفس الشيء ولكن تحبون البراني عرف خود السيرين كيضربوا السروال ديال التوب يخليو اللحيه طوال وشي بان واعر احشي يكون طويل كي تشوف كاين واحد النوع كيلبس السروال ديال التوب فضفاض وفين فهمتي طويل فهمتي ما تيعاون حتى شي لعيبه تيفهم كيفهم في كل شيء كيفهم في الكريتيك فهمتي هادي ما موسيقى ما والو هادو دراري حامضين هادي لعيبه كذا ما خصش يكون هادشي في الملفات لا بنادم كاين داك بنادم ضعيف رشيد كيفهم في اللعبه عرفت كيف شوف سبحان الله غادي نشوف لاحظت مؤخرا واحد الدراري كيصيفطوا لي ميساجات بريفي كيعير فيهم وراهم ميساجات اخرين تيقول لي والله حتى كاين العود كندخل عنده ما الدراري كندندو معاه دابا كنت سكريني ليه ديك اللعيبه كنولي دابا بيناتنا تكتي كتعيرني ودابا وليتي مالك مالك معايا زعما شنو هو البروبليم فين كاين المشكل اصاحبي واش حيت واحد كيخدم لا ماشي هكا انا كندخل عندي واحد الدري صغير عنده شي 11 عام ولا 9 سنين عرفت ويقول لي اشري تطور الموتور ديالك مزيانه بعد المره اش كطرح هي تقول لك عرفوك باش تفكر باش تعمل تفكر بحال ما كنزعم نقول شي لعيبه دابا بحال واحد الدري ولد الدرب انا راك عارف تما فؤاد الذهب بلا ما نسميو حنا راه كروه وحده حماله يلا زين جاتني الهضره قال لهم انت داك خونا مشى تيقول لهم الهضره ديال ديالنا نورمال دير سبيتش بالشينوي الصاط ديبو ديالك اش الهضره ديالنا راه داك الغا ديال واحد كل منطقه عندها واحد الغا ديالها سباته عندها واحد العيت ديالها حي محمدي عنده واحد العيت ديالو حي مراد رشيد عنده واحد الضحك ديالو كل منطقه وعندها واحد السور ديالها بيان سور قديمه حتى هما عالم عندهم العيت ديالو كل بلاصه وعندها العيت ديالها تحيه لي فان تحيه لكاع العشره راه بارطاجيو هاد اللايف اليوم غتقصوا شوف الفنش اخو بغيت نسولك انت واد الذهب ما قريتيش فيها قريتش قريتي في واد الذهب قريت في واد الذهب درت شويه عامين عاد من قريت باش من انا راه ما تنعقلش صاحبي المهم قريت على شي عند شي اساتذه معروفين واحد الاستاذ سميتها هي طلع ناري قريت عندك العريف قريت شنو هو العريف كدير ورقه وتنجيبها كانوا كيتعاملوا معاه لا هو اللي راح باصه وليت عارف شي ما تقلبت 100 ريال الساعه بغيت شي ساعه صغير ما تقيدش صافي سير 100 بربوقه 100 ريال كتساوي بربوقه هذيك الوقت عشي غاز كنضرب بريسكي وشوف انا كان كيقرا معايا واحد الدري اسمعني نعاود لك هذه راه الاخر قرا معايا في واد الذهب صيف قرا معايا في ابي هنا قرا معايا مهم جا دخل جامعة طل وقيسن دخل السادة ديال العلوم الطبيعية كعرف هادوك كاين داك داك الرخام ياك كيجلسو ثلاثة البايص البايص بحال هكا جلسو اللعيبات كدا طنجة مأخر قال لها السادة سمحي ليا قلت لي ماشي مشكلة ولدي جلس دخل جلس تفضل جلس واحد شوية هو جالس حدايا جبد واحد بوكاديوس فهمتي ديال الحسين حق الله من كتب عليك عرفتي تخرجي اسمعني بدا تيقص طق 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 بحال هكا جبد واحد التفاحه داك تصدق الساحه تاعي مسح واحد شويه عرفتي ديك اللقطه فاش كيسكت القسم كامل شي واحد كيقول كلمه خايبه وكتسمع في القسم كامل كيسكت كاع كيطلع داك الديلاي ديالها كتسمع هو شنو وقع هاد اللحظه سكت القسم كامل تيبان ليا هو دي الديل تحت حتى كنسمع ديك فهمتيني حل تعطي شنو تسمع ديك لا بير اسمعني بير
قالت لي الاستاذه قالت لي وليدي جيتي معطل خليتك تدخل فيك الجوع ماشي مشكل ما مغديش ولكن وليدي باش تشرب ليا في القسم لا لا انا قرات لي واحد المره كنت كنصلي التراويح شي سنين دابا صلي التراويح واحد السيد حدايا تبارك الله على خير بنادم ديك اللعبه صار ما قبل ما يقرا الفيل أنا أنسى ديك اللعيبة هادشي صعيب دابا شناهو المشكل شنو المشكل هو أنه حصك وما غيتقدرش تسلم شوية يعرف واش الناس راه هو صعيبة أصاحبي راه صعيبة أنا شناهو حيت كان حدايا درتي جهاز كشف الكذب وأنا نعرفو هو هاد المواقف صعابة صاحبي سير شوف هاد اللقطة هادي وحق الله ما نكذب عليك إلا كان كيجي عندنا خالي من الحد للحد وداك خالي كيجي عندنا من الحد للحد وانا كنت باقي صغير وكان كيك مي فهمتي حمزه الله يجعل داك الديسير يحضر اخويا حمزه الله يجعله يحضر مرحبا شوف قال لي طلع لك الديسير قول لي الله يجعله في الثلاجه أبنى بقراش نبدا هذوك الناس اللي كيسبوا راه مو اكثر ناس كيتبعوا الاخبار الصح عرفت عيني فيه خميني منو شي حاجة بحالة لا خصو يكون كيسبك وانا ما مقلقش ما تقلقش يكون مرتاح وسب وانت مرتاح كيسب زوين دابا بحال مثلا فاش كتجيب انت ولد الدرب كتصوفي من الدرب كتجيب شي حديدة مزيانة تيقولوا لك ولد فلان الله يحفظك كبتها ما تيقولوا صراو الناس راك حفر عليها راه بحط راه داير واحد اللعيبه راه كاينه واحد 10% واحد 10% تيبغيو الحس كاينه كاينه 90% كلشي هاز في الدوكاراشنيكوف شي بدي يقولوا دابا دوك 90% بحال قلتي باور بانك معلم هذيك 10% هذيك 10% فهمتيني زوينه هي اللي كتخلي عندك الانرجي بوزيتيف باش كتخدم ولا عيبه شوف الله خويا حتى كنامن بشي حاجه سميتها الخدمه وحق الله حسوني خويا الله يحفظك ترى طالع حفظ مجرد معانا سعد الله يحفظك يا سعد مرحبا خويا الهواري هذا ديال الجزائر عزيزك اللي كنت تلقاه في اللايف عندهم تيبدي يقول شكرا خويا بيك الله يحفظك ديك لعبه مقفزه هو ديك لعبه شو كيدير ديك كريستيانو يلاه كريستيانو بغيت يتفرج فينا الصح انا درت واحد الخطا كبير انا يلاه درت لاشين ديال اليوتيوب يلاه درتها بالمناسبه يلاه درتها ما كانش عندي مع داكشي يلاه درتها دابا غادي نبدا ندير فيها لعيبات جداد راه لحقت فيها ديجا لعيب المهم هذه مناسبه الجمهوريه يدير الجمهور خلص ابوناو عند رشيد غني عن التعريف الصحي عشي بحال بحال البوليس بحال شي ديك البوليس اللي كيدوزو ديما كيحترموك نهار قلبو لكوك ما عندكش الخير انت ما عندكش الخير لا لا يلا درت اخويا والله اخويا ما كانش عندي مع ما انا كنت شفت في الانستغرام مزيان ما السون ديال اليوتيوب ما كانش عندي مع دابا يلا زعمت عليه شويه انا واحد البلان اللي باقي ما تنفهم فيه والو هو داك التيك توك شوف تيك توك درتو في سيمانه 67000 هذاك شوف فيه لي فان جمله يا غير شي راه شوف تيك توك ولا تيدير كلشي تلقى دريه صغيره باها كدير لها مال تيك توك كلشي لحيه مريول عمرك شفت اللعيبه هذه لحيه مريول ايوا كيدير ديك اللعبه ديال هاك أول أول وشغل مونتاج ولكن بلي داكشي هو هذاك زعما مطلع لا لا كي كيجيبو داكشي ناس كاين شوف أنا كاين واحد خونا راه كيعرفوه الناس أنا اللي كيعرفو يدير أب هذاك خونا واحد خونا عنده الشعر باقي هذا الري صغير تخيل أي لعيبة في تيك توك كيحرك شعر حق الرب صح كيتحير بزاف تقدر تقول لي السلام يتحير خصك تدخل تشوف عنده واحد الشعر فرحان بيه واحد الدرج راه الصاد حلا جابوا لك كاين الصاط اللي كتكون عنده شوك كاين اللي كتكون عنده واحد البونص شي يبقى مركز عليها ماشي يخدم على حتى شي حاجه اخرى فهمتيني انت شوف كاين شي واحد كيتريني ميسكيراسيون الدراري كيتريني ميسكيراسيون ما كندويش على داك الدري اللي ساكن مع الاخر
انا كندوي على اون جينيرال كاين اللي كيدير ليه ميسكيلاسيون بحال هكا كيخدم الصدر او سميتو البومبر بديتي تتحرك لا طناطم نطح حبو كاجي كيف راسك داك اللي كيبقى يخدم الفوق مع المده يولي بالك بحال الراكيطه انت تسخيو من فوق عام هذاك الصاد ما تقدرش تاخذو بجديه. شوف عاوتاني واحد القضيه بالنسبه لهادشي ديال الحمل الاثقال وداكشي كيبغي واحد بروغرام ديال الماكله اللي بغيتي تطلع دغيا خصك تكون نورمالمون كتاكل واحد حولي صغير في النهار فهمتي خبز في الروز فهمتيني شي بروغرامات مشكل لوحد الدراري الله يذكرهم بخير اكبر تحيه دابا ليه كتمشيو المحله باش ياخذ نص يقول لي حيد الباب ما حيد الباب تبغي دير كيريه شي دير كيريه شي يقول لها انت شوف حيد الصفر ودير البيض عرف شو داك برومونسيون الاكثريه تلقاهم صاحبي كيكونوا الدراري اللي شو حتى لا دوز هذيك المرحله وكيما بغا خاصك ديال الفورماس فهمتي اش بغيت نقول وانا واحد سير كمل انا واحد الدري تلاقيت معاه صغير وحق الله العيال عقلت عليه صيفط ليه ميساج هو كيسكن في الدر قال لي نتلاقى معاك نعذبك لا قلت له واخا خويا ماشي مشكل تلاقيت معاه في الدر حق الله وقفت معاه صغير قلت دابا شنو دابا اشبيلو صافي بان لي دري صغير ما عارفش وكذا صافي عنكتو العيبات ولينا دابا صحاب كيشي ولدي صافي كلا كتكون محبه بعد هذا وراه شي ندير بالدفه للميدفه لا الدفه زوينه تتعجبني مره سن فهمتي انا كيعجبني نخدم بلي زاكسيسوار نشد شي حاجه فيه معايا فهمتي كيعجبوني لي زاكسيسوار لا مزيان شحال من واحد الصاط قسما بالله اخا رشيد واحد النوع ديال البصر كيكون عندك معاه مشكل ولكن انت ما عارفش شنو هو المشكل وراه مشكل الصاط كدا ولكن انت ما عارفش شنو هو المشكل ما عارفش شو غنقولك واحد القضيه بنادم ما بقاش يحكم على بنادم هو بعيد عليه ما عمرو تلاقى معاه وكيحكم عليه ولكن اللي كتبقى بيا مثلا هو كان بعض الخطرات كنشوف في هاد المواقع التواصل الاجتماعي يعني كنطلع بصبعي كنشوف كتلقى بنادم تبعيد عليه وجاب لك واحد اللعيبه مع واحد اللعيبه اخرى فهمتي تي 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 طنطن علاش انا بعيد عليك انا مثلا عندي هاد المشكل بزاف دابا مثلا شي ولكن البس راه يعطى لك شي طلعات راه تيعرفوني انا انا راه كنشوف شي لعيبات اخرى ديال الضحكه صح دابا نفهم وكاين واحد لعيب عارف ديك اللعبه ديال جوج فيرسيونات يديروا الفيرسيون اللي بغاو مثلا غتصور شي بلاصه واعره مقوده وداك الشيء نقدروا نشوفوا الناس الى الفيرسيون الاولى اللي كنتي سوق الامور يقولوا واو مثال الشاب المغربي ما حف عنا لك وصل ما غاور ما قدر يقول لك شو فلان هذا كيتبعصص على الناس وكذا قلت لا بك الرد وقلت راك ساكن في مكه الفضائي العيب هذا صح انا ما ولكن شوف الناس ما تقدرش تخليهم متفقين الرسول صلى الله عليه وسلم ما قدرش يدير اللعيب هذاك الشيء اللي كاين ما يكونش ما يتفقش مع كل شيء مثلا انا وليت كندير واحد اللعيب كنغلو واحد الصويره فيها ماكانه فهمت فما كان واخذها اوريجينال بلا ما نقول لك تدخل معاك في الثمن واللعيبات تدو معاك بصح دابا هاد الناس 20000 اللي كتفرج زعما فوالا راك عارف ماشي كنضرب معاك انا ياك وكنتصور بها بحال هكا طنط هكا كنكتب ليهم في بوست انا اللي ليه كنكتب زعما بغيتي تورينا المكان عرفتي شنو هي كتقاري الفكره ديالو هذا داكشي اللي غيقولوا راه قلتو انا البارح لحقت الصوره ديالي انا والوالد ياك وانا نكتب ويد ماي فادر بلاس تي اس درت بدي فادر بدي راك تشوف العلماء معلم ديال التصحيح خويا كدا ولكن هذاك الشيء راه خدم بها صافي مثلا انا شفت صوره تنبغي تزومه كيفاش دي غلط؟ هذه ميكريتيكيها وما شيء ممكن تبارطاجها كيف قولي فهمت؟ ولكن كيف مراكمة جاء الركمة جاء تلعيب يعني الركمة جاء كين اللي كين مثلا اللي كيلو حد صويرة تيدير ستوري يقول لهم دخلوا شوفوا حد صويرة لحت
واعره واعره بزاف وراه كيدير ستوري اخر عرفتي لما شفتوش هاد الصويره هادي كيفاش كيبان الستوريات ديال داك النهار عرفتي واحد اللعيب بنادم مابقاش كيدير العاق ولا كيتشرى اكثر من العاق بزاف بزاف ولا دابا بزاف الناس ولاو باغيين يتشاروا يعني بابوال باغي يدير لايف ياك ويقول فيه شي تخربيقات اللي ما عنده ولا كارير ولا طلع مع شي دريه شوف راسك كاين شي وحدين دابا شي وحدين سمياتهم طابيهم سميتهم تكتبهم في جوجل سميات شي وحدين طابيهم في جوجل ياك ابار يوتيوب ولايفات غتخرج لك شي جزيره وما تقدر ما تخرجش لك في راسك تخرج لك شي لعيبه في شكل شي نهر ولا لا تقدر تكونيكتا صافي يمشي في السي لا كاين شي وحدين ما عندهمش الصاد التعبير اللي غتقول لهم ساعه فهمتي ديك اي حاجه قلتها غتظلمو ما مشيتش ما نقول لك شنو هو كاين كاين غير مقصد عقلو خاوي وقال لي الهدف ديالو بحال داك الخونه اللي سولو هما يقولوا ليه قال لهم اي واحد غنعطيو جوج من الحاج شو عن فرنسا يقولوا ليه شغل عطاو قال لهم دار عطاو دار عطاو اللي معاه جوج دور جوج ديور شو عند ميريكان يقولوا شغل عطاو قال لهم فيراري عطاو هذا فيراري ولا اخر جوج فيراريات جوج فيراري شو عند المغربي شاف فيهم ويقول لهم تقبوا لي يعني ديك اللعبه تقبض اسمع كملتي هذه ولا باقا اسمع هذه فكرتيني بواحد خونا تفرج اول مره غيجيبوا الفيزي هذه فهمتي تفرج عقلت هي مات الفيزي هذه شوف اللي ما تفرجش اللي في 2007 هذاك الشيء فيزي هذه وكنا حنا الشباب سيرتو الشباب ديال ذاك الوقت كنا كنكونسونطراو مع الفيزي هذه بزاف الفيزي هذه الصاد انا راه كنت كنشري السي دي المعلم راه اي فيرمو بالنسبه ليا ملي كنشري السي دي هذيك البواقه تفرج فيها شي 100 مره الدراري شكون يرجليه خانزي الاخر كيقول انا عند هذاك وليت حافظ دابا من الاول حتى الاخر الصاد يعني كنا كنخرجوا انا واحد الدراري شريت بدون عرضوا فيها كنت نعاود لك واحد اللعيبه مشات لي عندنا في شطر راجيما في سي دي واحد تمشي واحد تمشي عندنا شوف في سي دي يا مد في سي دي ما كاينش اللي الدراري الشباب جينيراسيو ديال 94 لا ديال ولاد 89 92 93 94 ما شافش خالد العاوني والشيخات اللي معاه فاش يلاه خرج في سيري ما كاينش اللي عاش ما عاش مع دوك الشيخات اللي مع خالد العاوني الحياه وداك الديسك ديال الميلودي مونطي مع داك الشخاك ناري ناري واو قاعد لعيبات هاد لعيبات كامله هاد لعيبات كامله قاعد نزيد دوك السيديات ديال النوستالجيا اللي كانوا غاليين واحد الدري سميتو الجن هذا صاحبي في الامارات قال لي كطلع مع الروابا بزاف اصاحبي وراه انت تدير الروابا صديقي انت شنو تبارك الله قول لي رشيد السيديات اللي كانوا غابرين هذه ما تصبح السيديات اللي كانوا غابرين ديالاش ديال الفراجه الثقافه الاستوائيه كانوا بزاف كانوا بزاف دخلتي معايا في المجلات ودخلتي معايا بزاف العالم خلنا هاد الجندار وخلينا هاد البوليس دخلنا في المجلات كنت بنعاود لك واحد اللعيبه عندنا في شطر راجي نسيتها المهم هي مات الفي سي دي شي بلان شي بلان كنت بنعاود لك عندنا في شطر راجي الله يثبتنا هاد الشيء هذا الله يثبتنا هاد الشيء المهم شي لعيبه كانت في الفي سي دي كنت بنعاودها هي ما عقلتش قول لي انت جاي واش كنتي ساكن اون فاس مع واد الذهب شي البيار سعودي بيار ديالك الهطه ديال بنو موسس اي ساكن تساكن حدا السميري يونس السميري طلع في الدور يونس السميري ولد الدرب اي انا راه ساكن ملي في درب خالي درب خالي في واد الذهب ملي لا شوف سباته خرجت العلا ماشي الحمد لله الحمد لله دابا تلحق في الورده على سباته بغيت نشوف ما خصهمش يتقلقوا الاخرين تاع صافي شكون كلشي زوين كلشي زوين لا خويا شوف هي بلاصه راه فيها الناس طوبح متفق معك اي بلاصه تلقى فيها بنادم مزيان وبنادم ما مزيانش خاصك انت تعرف كيفاش تنسجم مع الناس وكيفاش تدوي معاهم وكيفاش كذا راه يقدر بنادم يجيك فهمتي حاقد وباغي يعايرك وكذا تبدا تدويتي معاه بطريقه زوينه راه غادي يفهم الفكره ديالك يقدر فهمتي كاينين كاينين مره كانت عليا واحد البلان غنحكي لك قدام بنادم خصنا المركز معنا في اللعيبه غادي بالطوموبيل وما يكرازيوني واحد ربعه البراج عرفتي من داك النوع ديال الدراري اللي كيكون تيك توك
تيشري للوالد ديالو اللعيبه وصاحبو حتى هو شاري اللعيبه ديالو تيخلي حطو اللعيبه ديالهم في كذا وتيركبو في لعيبه وحده وتسمو غادي اللعب الالعاب الالعاب البلاويه غادي انا الطوموبيل حاق غندير ديك غاغي عندك شني غنخرج يدي نقول ليه مالك شويه هذيك لعيبه زوينه هذيك اللعبه كذا صافي ولدي عاير فيها واحد خونا معيون الصاد في الحال حسيت بالحكرة حين واحد هما ربعة الناس انضارب معهم اون كوا كانوا في الشمس طيب لا بيمكنش شنو درت تيبقى نضاربو وبدا ليا كيعاير كيعاير علاش نفاريو صاونا ندير لهم هذيك النكته ديال السبع مع الحمار عرفتي اللي تخاطر قدام وجهك بك بحمار عيطت واحد الدري عشير صيفط لي لوكاليزاسيون ديريكت شفت لي شوره واحد الربعه تابعيني باغيني كبتوها ركبت الطوموبيل وتبعني ما تشوفنيش جي ديرهم ورا ديرهم قدام كان راه ديرهم وراي غادي نتابعني باش نفاريهم هما كيتخيلوا كيفاش غتكون النزاع صافي وقفنا بحال ما هكا وقفش بارشوك على بارشوك وقفلوا راني تما البارشوك وهبطوا ويقول لك مالك صاحبي على هاد الفعيل هادو صراحه باش ديك الصراحه انا ما اديتش والو ولكن الدراري ضربوه ولكن واحد الثاني شوف هذا غادي معاك سيكتور صاحبي ضرب معاك سيكتور كله باش يهضر معاك شي يامات انا كلاشي في شي واحد ونقول له سيبت لي اللوكاليزاسيون دابا انا جاي عندك نعم كنت حمار كنت حمار عندك اللوكاليزاسيون صاحبي راه تحيميره كبيره انا كنصحهم اللي عنده شي مشكل يحلوا بلاتي احسن هو اصلا بنادم يبعد على المشاكل حيت دابا ما كاين ما فهمتي غتاكل العصا وغتمشي تدخل لواحد البلاصه وغتبقى فيها واحد فهمتي نوض بنادم يلبدها وهادشي مافيهش العاقه مافيهش العاقه ان شاء الله مافيهش العاقه يعني الصاد كتبقى مقاطع تبقى معنكش واحد قال تبقى معنكش حياتك كامله دابا راه شوف راه شحال من واحد انا كنعرفو ما كيحملنيش كنعرفهم بزاف ياك في الدرب ديالنا ياك ولكن فاش كنجي عنده كنتعامل معاه بواحد الطريقه ديال عارفك ما تتحملنيش ولكن راه التعامل ديالي معاك راه ما غاديش يتبدل مال فهمتي كيفاش باش ما يبقاش هذيك اللعيبه ديال الحش ماشي في صالح كات تعادى مع الناس صح الله يجعل البركه راه عندي دابا الباك ديال المشاكل كيفاش كيفاش غنحلوا المشكل انا دابا الانتاج يبقى فيه الحال مثلا كاين اللي ماشي ما تعرفوش انت واش كاين فوق الارض كاع ماشي زعما سي با ميشون ولكن انت ما عارفش تيكون كيكون ديجا هو عنده الهرمونات تشو تشو مال كيما تتقلب انا ما عرفتش ندق انا على حتى واحد راه انا ما تندقش صاحبي ما تندقش هوني انت على لا تضمن تبقى عيرك انا تبقى نستفسر شنو نقول علاش بنادم صاحبي واش صرات طاح التليفون خرجنا ودخلنا وحنا دابا داخلين في اللايف استغفر الله قلت لهاد بنادم دابا شي بنت تسابق شتاش مع هاد بنادم بديت تسابق معاه ولكن واحد اللعيبة الحتارة قول لي الصراحة قول لي الصراحة نقول لك الصراحة قول لي كتسمع الراب مغربي كمستمع تبدا تخيل بنادم داكشي ديال البواسير الصاف بنادم السلعة في المال قدام حنايا في هاد البنازة غدير شي لعيبة غنديرو لك كدا ما كنتش تخيل ان داكشي ديال العاد البواسير حدا يرك لا جارك اصاحبي لا لا سلعة في المالا سلعة في المالا الصاط راه يضرب منك وطالع من القريعه عمر مالا في السبل ديالك سلعة في المالا راه هي هذيك ولكن انا ما عندي مشكل مع حتى شي واحد وي راه مزيان ما خصكش كاين شي دراري صغار درت معاهم المزيان ومنين درت معاهم المزيان ما تعرفوش كلشي صافي خليه شوف من عمرك تسنى بشي واحد انا نقول لك واحد عمرك تسنى بشي واحد يعترف لك بشي حاجه فهمتي انا واحد قضيه نقولها لك ماشي زعما مجامله ولا شي لعيبه باش تعجبني انت واحد بحال كيما كيقولوا صنديد فهمتي ديك اللعيبه تتخدم يعني واخا تضرب فيك اي لعيبه كذا كتكمل راه هو خصو يكون في اي ارتيست خصك تكون ماشي ارتيست كاع ماشي ضروري يكون ارتيست يعني يكون انسان عادي باغي يوصل لشي حاجه سيكون مقاس فهمتي تقدر توصل تقدر تكون نجار وتوصل بصح النجار ديالك تكون واعر في النجار خاصك تخدم تخدم على حيت كاين شحال من واحد دابا تيخدم في الخيال ما فهمتش السؤال
ما تيخدمش ما كيكي بحاك يقول لك غنديروا هادي غنصرعوا هادي مش كيف بحال ما تتكون حتى شي حاجه. ولكن دابا واحد النوع تيدير البوز بواحد الطريقه ماشي بغي يقلبها واحد الطريقه. مثلا كاين اللي كيدخل لهذوك الدياسك ديال حنايا السيستم ضد اي لعبه باك شويه ملي تيدير داك البوز تيتعاطفوا مع الناس لانه دو على واحد اللعيبه تيبغي يدي قلب موسيقى زوينه ديال لي بواط والحياه. دابا دابا شاد العالم ديالك كيما صعيب هادشي على الصاط معكم عالم كيما معذب معذب الوقت اصاحبي فهادشي حنا في العالم عندنا تقدر تكون كتمثل مع شي ممثل اكس ياك وكيشوف كربتي عليه في الحوار طق يقدر يلوح شي حاجه من يديه شي كاس يتهرس يقول لهم كوبين عاودوها اي بان ضعيف الصح تقولي نعاودوك تحط لي عيد اخرى احسن منه تقولي نعاودو قلتلو هذا لا لا شوف انسان يخدم يخدم قلت ما لقيتش الصعب باش تخدم مزيان وتقلل من داك الشيء ودير داك الشيء الاخر مزيان مزيان فهمتك فهمتك الفكره مزيان والله لا قدمنا شوف قدمنا بنادم وحق الله ركز بخدمتي وسهر عليها الليل وكذا والله كتعطي النتيجه ديالها خويا وكالله بيان سير شوف بعد انا شنو نقول انا من ذاك النوع اللي درت اغلاط في الكارير ديالي فهمتي وي ماشي شي كارير عندي داك الشيء عادي داك الشيء عادي فهمتي راه يلاه درنا كارير كاري كارير كاري درنا شي لعيبات بساط الحمد لله وحنا غاديين خدامين وانما حاجه واحده باش كنتصالح مع البيبليك هي الخدمه الموسيقى كتعطي لبنادم المزيكا مزيانه هذه هي احسن حاجه يدخل بنادم تيتمزك الرق باك السق تيقول طن طن صافي تيقلبوا 6 9 ما تخيل معايا تكون خاري الصاط وتكون كتخرج عينيك صعيب شوف انقلب واحد القضيه بالنسبه للطومين ديال الفن ابار راب ابار اي لعيبه المسرح الكوميك وواحد دابا كاينه على كل شيء كاين واحد الطريق طويلة بزاف يعني باقي الحال باقي في باقي سنوات للأمام خصك تشوف دابا خصك تشوف القدام فهمتي كاين كاين جي اي جي جي الخور غيجي شي واحد سميتو عاوتاني كما قال كما قال يا صار سميتو الفاصمة تا هو طنا اوستر اوستر فرشي طنطر واحد خاصك الصاد ضرب الهوته وتعوج هذاك الشيء اللي كاين مزيان هناك تخلي الدراري اللي جايين تما فين يخدموا مزيان منك تتجاز بالشرف ديالك مزيان مزيان عرفتي كاين واحد النوع تيبقى كاين واحد النوع تيطفى وتيبقى يسحب راسو تيبقى يسحب راسو راه فنان وراه طفى عرفت هذاك كيبغيش على ليه الاضواء بشي مشكل بشي مشكل ولا كيبان فيني تيخرج الدريه شنو الصباح دار الدرسو كيبغي يخلق منا حدث وكنت واقف ما بيا ما عليا شاف فيا ديك الحليوه وكليشا ويضربني واحد النهار تحيه المسكير مسكير شي برنامج كيعاود لهم على واحد اللقطه ديال قال لك كان غادي السياره ديالو وبانت لي واحد القطيطه تخيل المسكير كيقول قطيطه ويلا قطيطة قال لك فرانة بزاف ما ضربهاش وتوعات والقطيطة مشات تحية المسكيرة كنضحكون معاك لا والله تحية كلشي حنا شوف العشاء تنصوا مع بعضياتنا ولا شوف كتعرف واحد البارت سميتها المبوق في فيسبوك ما عرفتش كتفطيني ديك لاباج حاطين عطير ودايرين ليه واحد الطاقية كتبين لها الطاقية اللي شفتها عارف مالها كيسكنوا السبلي علاش تتشوف الطاقية انا شي طلعت مشكلة لا الصح شوف مغاربة مجاوبين الصح اللعيبة الطاولات واعرين والله تا واعرين النيفو طلع في الضحكة صح كندخل نشوف شي لعيبة انا قسما بالله كيقدر بنادم يقدر يكون معايا ولكن احتراما لذاك الابداع ديالو شنقول هاي لا لا ما عادش ما كنعقل شي لعيبه داروها لك رصطات بزاف اصاحبي راه تيحطوا داك الشيء لاصق وانت الصاط انا وليت كنحط اي لعبه تكون شو اي واحد اي لعبه درتها هي الغلط
اي لعيبه وقعت خايبه كتكون هو السبب. مثلا غتمشي لفرنسا تصلي، لا ما خصكش تصلي في بلاد الكفار يكونوا وقع معاك. اي لعبه كيخرجوا لك من الغلط ديالك. ولكن شنو هذاك الشيء؟ راك كان واحد الاستهداف كبير من واحد الشركه بلا ما نقول لك سميتها، كانوا باغيين يدفعوا لي الطول على ياك حيت راه كديبريمي الا مشات بدا كيحكر عليك كلشي. بزاف صاحبي. ولكن شوف كما شوف كما كدير انت خليك يا اما كديبريمي يا اما كتزيد تولي قوتك. صافي من الاخر لا دي باسيتي ديك المرحله ديال ان بنادم كله اتاكيك وكذا اين فوا تنقز عليهم تتولي انت فوق منهم كاملين. انا عطاتني العكس هاد المساله هادي وولفت ديك اللعيبه ديال واخا اتاكيك بنادم ولا فهمتي شي واحد ما حاملكش ولا هذا تناخذها بحال قلتي باور قوه فهمتي ستون باش ما نبقاش انا غنسمع هذا الشيء يقول هادي وندير ديك ها ميساج الاخر ندير ديك ها ميساج الاخر ها صافي ونطفى. لا داك هو داك الشيء اللي بغاه هو شنو ما دير. لا انا قررت اخو هاد المره اتاكيوني غنطفى. لا 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 كمل شوف مي شوف مي اتاكي كان اللي ما سميتو شوف شنو عليه هذه مكونات ديال الحياه. مثلا الجمهور مكونات ديالو كاين المحبين والحقان ضروري يعني الا ما كانوش عندك حقات كيقول ان لم يكن لك حاقد فاعلم انك ناجح. لماذا حنا غنساو دوك الناس الحاقدين وغنمشيو على البوزيتيف فايب ونشوفوا الناس زوينين يبوزيو عندنا دي كيسيون. ودابا كتلوح تصويره واحد كيقول لك لتحت حامض تصويره ماشي فيديو تصويره هذه. دابا بحال مثلا لحت واحد الصويره انا وفضيله بن موسى واحد كتب لي لتحت حليوه خاطر كدا لعيبات قلت لي اي متفق معك ولكن انا التصويره اللي لحت راه معايا استاذه فضيله بن موسى اللي حنويه هاد الصويره واحد مكوموندي تيدو لي على حليوه. رشيد كيسلم على كركر حموده كركر الدري هذا السميه ديالو ماشي عيب هو التسمية ديالو ماشي عيب. لا كركر زعما هذاك مغني ممثل اللي سمية التبومبا محسن الله يجعل الديسير هذا في ثلاجتكم اخويا. ثلاجة 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 ها هو يعطيك من وجه الناس بغيت نعاود لك واحد اللعيبة ولكن خاصها ابيلا فيديو عادي. لا خلي داكشي ديال بلس 18 حتى يكونوا فاخرين. لا لا شوف توعاوية والله إلا توعاوية كنحاول أنا الماكسيموم نقول شي حاجة اللي زوينة زعما ما يتخربقش فيها. ماشي شي شارع الشجر واش داروا ليه؟ لا ولا شارع ما بقاش الشجر. حلف بالله حيدوا الشجر كامل ولا شارع وطلعوا الشجر الفوق. فين؟ طلعوا جيت سميتو جيت الخلا فهمتي؟ على قلت لي بغاو من داك الشارع شجر يحيدو منو داك الشجر ويديرو غابة صغيرة. غابة ديال اش؟ انت ما معاياش انت صديقي. لا لا بغيت نقرا لك واحد كومونتير المعلم. مرحبا كتدخل الصال كتقرا شي كومونتيرات كيموتيفيوك. انا بعدا كنت موتيفا الصال. غنسولك رشيد اول حاجة كديرها ملي كتحل عينيك الصباح؟ اول حاجة كنديرها باش كنحل عيني الصباح تنمشي للتليفون. كتب عليك كتحل التليفون شنو كدير فيه اول حاجه؟ كنمشي للتليفون كنشوف داك الشيء اللي لحت واش طماش غادي مزيان الاخر لعيبه لحتها تنشوف شنو واقع في الوقت صافي كنطنطن توضى تصلي تنلعب شويه بلاي تنكتب لعيبات كنصور قبل ما تطيح الخاميه فهمتي قبل ما باغي نبدا نمثل. بغيتي تمثل؟ بغيت نمثل الجينيراسيون ديالي. لا نديرو فيلم ها مويا حنا يلا بيت ماشي قاصر نديرو مويا حتى الافلام اللعيبه نديرو فيلم والله تنديرو فيلم نديرو فيلم في سميتو نديرو فيلم في نديرو في سباتا كاع ما عنديش مشكل فراسك راه عندي ليكيب انا الدراري اللي غيقادو كلشي حتى انا عندي جو برو هاي
لا عندنا داك الشيء كبير غنقادو به الحقيقه الصح هادي من داك الشيء اللي تبقى صافي راه عندي نوريك الماتيريال الماتيريال مخبي في كوزينه واش نوريك الماتيريال هذا شي كريم عندي كياخذوا من عندي السعد والدراري كان حاتم عمار كياخذوا من عندي الماتيريال انت كاش كري السعد مجرد كادرت مع حال ديال الماتيريال عندي الزوم عندي كاميرا ادي عندي فريلانس عندي مخرج شريت مخرج تدوي معاه قصات بحال هكا انا ما عارفنيش مزيان انتما الاخوان دخلوا الانستغرام ديالي وراكين واحد الرقم تما اللي بغى يصور شي حاجه نزيد نصورها ولكن ماشي دابا تسفوش كورو تقدر تصيفط لك ماتيريال جيف يو واي خدام ولكن خلاص ما فهمتش فيها درتها مع واحد السيد ولكن ما عرفتش كيفاش السوم ديالها فهمتي دابا ديك الجيف واي كتربح واحد واحد كيبدا عليك كوا حنا ما نسالوش ولا هاد الحق ديك الدريه ربحتها هي اللهم خير اللهم صافي خليها واي بلا كيف كاين واحد لابليكاسيون فاللايف بالعاقه سميتها والله ما بقيتش عاقل على سميتها فاللايف بالعاقه كيخصك تبقى دير ساعه في النهار اشكال هذاك الشيء عشي ساعه في النهار ما ساعة في النار لم يوش غاز بقى تقول لهم ساعة في النار ما يمكنش روتين اليومين تقادر شوف كين واحد النوع ما تيقدرش على اللايف ما يقدرش يديره تيقول لك ما مزياناش اللي ماش كتسكونسوما حليب لا انت تيبيك ما مزياناش اللي ماش مزياناش اللي ماش سيرتو دوك كيكون معك في الدومين شي واحد كيكون معك في الدومين ولا شي لعيبة انا في لعيبة والله شابوي تقولها شي نصائح ديال بنادم اللي معك في الدومين عمرك ما تدير بها كاين لكن شي وحدين كيبغيو لك الخير كاين شي وحدين كيبغيو لك الخير كاين شي وحدين اللي تيرابي وانت كترابي ما غينصحكش مزيان غيعيطك نصيحه اللي كيسجل وانت كترابي غيعطيك نصيحه مزيان اللي كيصور كذا اما اللي كيدير نفس اللعيبه دابا شكوني واعي واش المدرب ولا مساعد المدرب انت المدرب واقف شكون يعرف واش المدرب ولا مساعد المدرب؟ عارف سؤال واحد اخوان وصلوا 30 كم نقول لكم شكون يعرف اخوان عاكزين ما بغيتش يبارطاجيو والله لا ماشي مشكل هاني ماهوش شارونا درت واحد اللايف قبيله قلت لهم بغيت يبقاو جوج عافاكم بغيت جوج يبقاو في اللايف
معلم عقلتي ما شفتي فين عقلتي انا تلاقيت معاك وانا نقول لك سيرك غتوصل. لا لا كنت لك معك شو يقول لك خويا كدير محمد شوف انا اللي كيسالي معايا هو كتكون واقف مثلا مع شي واحد ياك و تلقى شي بلان حامض تقول ليها وديرها اليوم زعما داك البلان اللي وقع حدا تقول ليها ديرها اليوم زعما راه هذا بلان فهمتي راه تيضحك ما فهمتيش زعما تانسبيرا تانسبيرا دوك كيبغيو يعطيوك ما عمرش واحد جا عندك يقول لك علاش ما تبدلش الستيل تولي تغني على فهمتي كيما كيجيوكش بحال هذا باش ينصحوك. انا عيط لي البارح واحد المدير تنفيذي يدير واحد القاعده جماهيريه تخص البحث على الدائره المحوريه اللي كتخص العولمه الاختصاصيه بالجهه افتح الجهه افتح الجهه. انت انت مدوز رمضان بوحدك صديق؟ اه انت في رمضان مدوز بوحدك؟ لا ماشي بوحد اخويا معنا الدار بخير وعلى خير ياك صافي صافي اسمح لي سمعتك تضحك بزاف قلت زعما تكون دايرون شي واحد ولا شي حاجه يكون شي واحد فار ها لا لا يكون فار ها لا عادي قول لي كاين شي لعيبه خدام عليها جديده خدام اخويا الله البوم واحد الخبر نقولوا الناس قدر ما يعجبهمش مرحبا اخر ديستراب هو اللي غنلوح مورا رمضان مورا ما بقيتش غير راب علاش اخويا وندير ديال كبار بحال مثلا مثلا ديسك دغيا 50 60 100 اللي غيسمعوا من ناس اوروبا في الشرق الاوسط والوسط الاشرق شي كامل كقولي انت بغيتي تدخل ليا شويه لاسيا غنقرب غندخل ما بقى نتعار مع الدراري الصغار الدراري الصغيرين كيديروا الموسيقى داكشي زوين هذا الضيع الباور هايدي عليك الباور معاهم لا صاحبي دير غنيه غموش خرج واحد فيلم داكشي مشى راه عيان وشنو شنو فهمتيني ولكن البيبليك ديال الموسيقى كبير ندير موسيقى نقيه اللي غتعجب الوالدين الوليدات الاجداد الاحفاد الاولاد دير دير ديك اللعيبه ديال بس فوقيه وقول لهم رمضان رمضان داكشي ديال ماهرسي ضروري ضروري شوف مزيان شوف بنادم الشاهد يبدل الستيل ديالو يبدل العيت مزيان واحد قال لي هو البنج واش انت كنتي كتراب لا شيرك شكل تيستي الله غمد الراب عارتي فراق كنت كنت كونسونترا عقلت يا لاب أنا عندكم واحد البحارة صديقي انتم أهلام دابا نسالي معك الضيف ياك غندخل بريفي غتلقى ضروري شي اي داخلين اي كلاسيني بالراب لا طلعناهم من الله خرجوا من تما يا هو هو عرفت كيف زي هذا مزينا بان لينا لك شمله انا ماشي مشكل اخويا الزوك شي الزوك رجليك ومساعده ديال الناس كتبقى في الحب ديال الفن اللي كتقوم به انت هذاك الشيء اللي كنشوف ديما عمرك تخاف بان كاين واحد الناس كيبغيوك اكثر من دوك الناس اللي ما تيحملوكش وداك اللي ما تيحملكش راه غيتلاقى معاك لي كريماس ديال وجهه غادي تقراهم تشوف واش مرتاح من شوف شينا بنادم كنعرفو ما مرتاحش من المومو ديال العين شينا ما ركزوش مع المومو ديال العين ديالك كاينه شي حاجه سامخش با ولكن قولي يا راشد كاينه الجلاله قولي يا راشد قولي كتم غادي تمشي مول 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 وي كيفاش كتعامل مع الشهرة؟ مع الناس؟ مع الشهرة بخير عادي كتلقى مع بنادم فين صافي الفتيات الدريات كتعامل معاهم بخير عادي اختي الله يحفظك جزاك الله خيرا فهمتي كتصور معايا يعني شي انفو تصور مع الدرية يعني الفان ديالك ورا بأنك انت عزيز عليها في الكفاتة ماشي كاين واحد النوع كتجي تصور مع الدريات يقول لها انت النمرة ديالك كتقول لي اخويا انا راه محزام كاين اللي حمار صاحبي كاين اللي كيخلط ما بين الاعجاب وما بين الاسم كاين اللي حمار كيقول لها شو يقول لها صغيره زوينه بزاف
ولكن شوف كاين دابا ولات واحد اللعيبه اخرى كليمري كيشوف شي حدا تصورات معاه ولا شي لعيبه وعجباته نانتي ستون تقول على انستغرام نانتي تاكي لقاه بهذيك فوزابي فيروس ايوا عام تلاقاو فاش لا انا كنشوف انا ضد النظريه ديال الخراج لا متفق معاك انا على هذه الفكره الانسان خدمه وصحبه باش نكون معاك انا عندي جوج ديال الوليدات انا مجوج باش نكون معاك واحد يعني نخليو هذا اللايف غادي كاين عندي لعيب اخرى لايف اخر لا عندك لايف لا مزيان مزيان حتى حنا اخو الله يعطينا شي وليدات اخرى مزيان مزيان رشتك غادي مزيان انت راه غادي مزيان غنمشيو مزيان امور كلها غتمشي مزيان قول لي انت في العرس ديالك تقدر دير شي لعيب لا اونتي عرسك ما ديرش العرس عائلة شي ثلاثه الناس غيكونوا حاضرين صح علاش بالضبط ثلاثه زعما لا فامي ديالها هي غيجيو الدار بالخوف غير غيكون قليل ماشي بالبيع غتبقى تدي دوك العرس ديالك شنو هي الرساله اللي بغيتي تحتفل معاهم الراس ديال مراكش تحتفل مع الراسه ديك ديال باريك تحتفل مع الراسه ديك ديال هنا الراس كتبقى كتحتفل شنو من المواصفات اللي ما بغيتيش يكونوا في نسيبك ماشي اولا ديك لعيبه حقا مزوج بالخوات ديالها غادي تلعب معايا بلاي عندي ما ندير بها مزوج خوات ديالها ما فهمتيش اصاحبي مواصفات نسيبك كيفاش بغيتي زعما خمر زعما واش بغيتيه يبرزط لك راسي يكون شو يكون الرجل يكون شاد التقار ديالو الرجل ما يجيش عند الرجل هو ما يكونش داك النوع اللي كيورط لك على البطوله الزرقاء ديالك عرفت شي جا عند خوات ريتك ولا عطينا شي لعيب فهمتي عرفت اللي طلع في الطوبيس ولقى واحد الدريه سالته مسكينه وكيسخسخوا في هاد البنطره ولا واحد عنده جوج سنتروات باعهم وخدا 206 هلا هلا ترى كاين شي واحد خونا سخرت يجيب لي راه سخرت ديال الدقيقه الصاد دار شاف لور ويطيح ماش ويقلبوا لي لابواط نوار ديالو عاد خونا مكلخ بزاف ضربوه بالطروطوار السدره هو يدور شاف وراه قال لهم شكون ضربنا الدراري من الله حسيت انه كان ديال المكلخين عندي بزاف لا صح هذا النكت ديال الجيور عشان كتدخل الجيور ديك الشيء راه كتدوز باي طريق وتبقى تشوف كيما كاين الجروبات الجيور الجيور الدراري هو داك لوطيل اللي كتعطيه 48 ساعه كدير كونفينمون باش توصلوا للناس يعني بواحد الطريقه زوينه اللي نقول لهم بحال باش ديك الساته تحبس ما يدخلش حتى واحد كتدخل كتلقى ليكاس كتقدش ليك اللي جايين ساكرين سكرانين داك السكر العالمي ودوك صحاب 48 ساعه عرفتيهم اللي غيخرجوا هذوك بوحدهم اي تلقاهم تيدوزوا العطله ودوك الخوت اللي ساكن غادي جنان سميت والله يديرهم شعور ديال الخير تلقى بنادم نديرها عارف شابه اللعيبه طويله وكاين داك الاخر اللي كيقولوا لي دار مره غنخرجوك هو كيسحب راسو بقاش كيقول لها مع داك الاخرين في الاخر كيلقى راسو مع داك الله يحفظ السلام عليك الله يدير شي تاويل ديال الخير الله يدير شي تاويل كاع المساجين الوالدين المساكين اللي كيتعذبوا الله يكون في العون هما اللي تيتعذبوا المساكين بنادم راه في السجون راه مسدود عليه
الله يدير شي تاول الصراحه. هادشي ما هادشي ما خصوش ما خصوش يكون. با كيجيني السيل ديالك انت لا في الغناء لا في الهضره مايزي كيفاش انا نطلع على الصبر قليل انت شنو جيت انا كاين عجبتيني في الراديو مع داك خونا اللي تيوقف شكون هو داك اللي كيبقى واقف باش الضيف يديرو في كرشو شكون ويلا صاحبي سجل شي بيت حليت الباب وتخش عندك لداخل قرنا وغنخرج دابا كاين مشكل واحد وانا دخلت بزاف ديال الراديو راجل ما كاين جواب تا باين صاحبي راك عارف عم لي كومونتير غيوريوك دابا يلاه وريني الدراري راه في الشكل مومو مالو شي الدراري الدراري راه كيطيرو شنقول لك انا شنو انت ماشي شي لعيب شكون لا لا تبارك الله عليه زوين تيدير داك الشيء بالصباح كيعجبني والله كيموت بكري يا صاحبي تيخدم واش يا صاحبي باش تنوض بكري يومين كيخدم والله حتى الله يسهل عليه والله حق الله من قلبي انت كذاب ان شاء الله الله يسهل عليه في النار والله يكمل عليه بخير شوف منصب جميل جدا ضريب والله حتى الله يعمر هذا بزاف صاحبي راه تلاقيت معاه بزاف درتي معايا واحد التقنيه كنديرها مع بنادم بزاف لا لا شوف حيت بعض الخبرات انا ما تعجبنيش واش واحد فاش ما كيلقاش منين يشدك فنيا تيقول لك تيدوز لك ثقافيا كيفاش ما هو انا الثقافيا كيلقاك فنيا كاين كيمشي لثقافيا فهمتي تيقول ارل انا شوف انا المهم فرونسي ماشي مشكل اش انا سيدي واحد الفرونسي كانت عندي كبيره صعب لما كنت الفرونسي ديالي ماشي كي كانش كي كانش الصاد مشهور كي دايره شوف كنت صاصحه فرونسي والله حتى نخرج راسي ديالي صح كنت كندير واحد البلان كنت كنحفظ كل نهار خمسه الكلمات جداد ما لقيت راسي حافظ شي 10000 كلمه ولكن ما عارفش شكون جيزون ديالي أمينوكس أمينوكس بخير كلشي مزيان أمينوكس هو ما قلت لكم بأنني أحسن واحد دي طلاقه في نيجيريا لا لا طريف فراسك أمينوكس وحق الله للإشارة والله يعمر والله إلى الكارت ميموار ديالو في هذا الريس غيور راه ضرب في هذا الريس غيور راه هو راه بنادري الريس غيور راه أنا طيب كتضرب واحد بحال داك النفار بو واش كيف زعما تصحر واش دابا بانت ليا الجوج عشيري وكيفاش تلعبي واش صايمين مع كينيا ولا شنو هو الفيلم هاد الناس كيفاش هو دابا يلا تسحر يلا حيت كيودر مع 44 ياك صافي هادي وور بلاينت راه امينوكس ما جيت قلت لك والله حتى طيبه صافي لا لا دريوش والله عمر هذا هو واحد الدري عشيرو حمزه والله حمزه حمزه صاحبي واحد سميتو ميساج ديال امينوكس عز الدراري الله يعزك يا شيخ الله يحفظك ديك المشكله كنا في نيجيريا سمع معلم فيلم في تما دخلش اصلا ما جالبينش وكاين واحد الدبانه سميتها تسيت سي وما عرفتش لعيبه هكا واقع لي فور شي ثلاثه ثواني وانا غادي بلا جلبه باغي نعيش المغامره مشينا تما دخلنا لوطيل بلي بنادم ضارب صندال في ميكاس طراقص صندال في ميكاس طراقص سير نعاود لك على الكابو هنا كمل صعيب خطيرة صاحبي داك الشيء واش هو دخلت وما نعاودو لي راه واحد بي واحد كوكب الله سميتو صافي قال لي امينوكس بلا ما تعاود على نيجيريا لانني درت الفاحشة تما بزاف ما خرجش خليت لهم واحد البصمة تما زوينة واسمعني انا في الكابون انا واحد الصديق خارجين وقفوا لنا واحد اللعيبات في طرقات وكذا قالوا لنا فوزيت كي الدري اللي معايا قال لي بغا يقول لي توريست
قال لي تيروريست بالبلد مشينا للوطيل عاد لي بالك بنادم واحد شنو كاين كذا باش واحد السيد خرج ضاليه فرونسي قال لهم نواف زيد كوميديان كذا طالي ثاني الوقت هو طالي طلع فهمت طالي الرجل حكه طالي تعامل معايا في الكليب ديال اوكي بيبي عنده صور ترى شتا لا كيخدم راه هو الاول دابا في طوندونس تبارك الله عليه تبارك الله لا تبارك الله شوف الاخلاق والموده والعطاء كلشي وانت راه صاحبي راك عارف راه عماله ان شاء الله راه غنديروا شي كالوبوغاسيون عرفت دومي الناس دومي الناس مرحبا خويا والله حتى مرحبا لا ان شاء الله شوف نديروا شي سلسله تكون عميق وصافي راه غادي نشوفوا راه كاينه واحد اللعيبه ان شاء الله غادي نخليوها سكري باش نشوف الطور ديالي تماشي باغي نمثل راه والله حتى باغي نمثل الصاف وصافي يا صاحبي صافي راه دابا بحال هكا انسى دابا صافي انا غندوي مع المخرجين دابا نقطع معاك غنعيط للمخرجين اللي كنعرف ناري هاد الهضره هي اللي كيقولوا لك التباته عرفتي النهار بديت شوف عجبني الطالون ديالك وشوف ان شاء الله جي غير الخير مشغول شوكا غادي يكون غير الخير انت مالك كتمشي كتقول غنبيع الاس اش وغنشري كونسير اسمعني كاين هذا النوع وكاين واحد النوع كيعيط لك تيقول لك شوف صبر معنا في هذه الاوله ثانيه ما نعجبك كتصبر معاه في الاوله ثانيه ما تيعجبكش كيعيط لك واحد اخر تيقول لي صبر معنا في الاوله ثانيه ما نعجبوك وغادي وتلا انا فهمتي واحد النوع اخر واحد النوع كشحال هذه كنبغي نمشي نغني مثلا تيعيطوا لي تنقول لهم 100% باش ما نقولوش اشمينا غادي اعرف شحال غتغني كنقول لهم 100% كاين شي وحدين شي غيعيطوا لي يقولوا بحال قال لكم فلان تيقول لهم 100% تيقول لهم انا ناخذ 15% ونغني عرفت اللعيبه هادي كاينه بزاف هاد كاين اللي كيقول له خلصوا لي الترونسبور ونجي نغني كاين شي عارف جوج اللي كيكون عزيز عليهم لوطيل تيقول لهم مشكل لوطيل باغي يشفر بينوار لوطيل صادق انت عارف كيف تربيح تو لوطيل الترونسبور راه كاين هادشي راه دارو سولك رشيد عمرك شفرتي بينوار ولا لا بزاف من هاد المنبر واش ندير لك واحد لوطيل في فرنسا سميتو بولما واش هذيك هذاك بينوار اللي فيه الذهبي ترى داك راه عتي شديتي ليهم رديتي لا توري فيه كلها صاحبي بينوار ملي فيه الكوب ديال كوتش عندنا راه ندي بينوار وخارج بحال هكا والباليزه واللعيبات وكذا تصد فرحان اش وقع لك البينوار درتو في الباليزه وغندير لك تشيك اوت زعما غنودع لوطيل عتي ديك الباليزه نعم راه ويدي عشي بوحدة تحلت وداك بينوار ويدير داك تصب عشي شاف فيه داك خونا شاف البينوار شاف فيه ونجم لاكار دي جيشي ونانا تالي في تيك تلي قطعو اللي نقولك واحد لعيبة يرفت شي ديال الإجرام الطافير اني كتولي عندك شوية لاقة كتولي لك أكثر كنت تقول لي مخالفة ما كاينش المش عشي شنو تفكرش انا ويا صار فوطين في وجدة انا ويا صار فوق وجدة دخلنا بحال هكا في الريسيبسيون اون فاس مع الريسيبسيون كاينه واحد اللوحه وانا نحيد هذيك اللوحه حيدتها اون فاس مع الريسيبسيون حيدت هذيك اللوحه طلعت في الشومبر فوق لوحه كبيره عطيتها ليا صار كي كان هديها لك بحال دابا ما عرفناش شناهي كاع عطيت يا صار عني قني قال لي الله يحفظك شكرا يا خويا فرحنا ابراهيم وفرحنا بديك اللوحة قلت لي صباح قلت لي صباح دويت مع داك اللي في الريسبسيون قلت لي خويا واش كان شي حاجة انا اونفاس معك تعرف حركة قال لي لا ايوا شوف اصاحبي مزيان راه كان شي حاجه اونفاس قال لي والله ما كان شي حاجه انا عيط ليسار قلت لي يسار ارى لي هذيك اللوحه وجهو هذيك اللوحه كبيره قلت لي شنو دابا هذه كامله ما بانش لك زعما انت في الريسيبسيون حاضي وطين تلا هو انا اصاحبي هذا المباراه تشتغل بنادم حاضي نهار 29 باش نهار 30 يتخلص لا نهار 27 في الشركه كتبقى الدور هضره واحده
واش داز فيرما هادشي كتكون دور كيكون شي واحد قريب الباترون كليا هذا كيكون كليا تيكون مخبر تيقولوا مرا يكون خير هذاك هو اللي كيشد هذاك البريمات اللي كيبغي يعطيك باترون بينك وبينه كيشدو واحد واحد اخر كينقص منه بشويه أو الشروقات دخل معنا حماده قال لك الرحماني كنشوف تحيه لك لك خويا الشروقات الله يحفظك تورا العماله ديالنا الشروقات بيان سور صاحبي مسعوديه ام سعوديه مسعوديه كنحس بيه واش مي بحال ما عندوش معايا ما عرفتش علاش اخويا عرفت كنحس بيه بعض الخطرات كن لا كيبدا يدير دوك اللعيبات ما كيكون داك الاحساس ديال الدنيا فهمتي شنو نقول لك شكون الدنيا احساس ديال الدنيا داك ديال الاحساس ديال غنضحكوا معاك الشروقات راه ما كاين والو حتى لا ما كاين حتى شي حاجه حتى لا تنضحك تنضحك انا جو ما كيت با جو ما كيت با ما تكبرهاش ما تكبرهاش ما كيت با يا صاحبي انا قلت الصراحه ما ترتاحش في لوبيلات انت ما ترتاح في الديورس حيت اوتيل ما كتقدرش تدخل معاك شحال ما بغيتي ديال الحوايج فوالا فهمت كيف كدوي انت كتفقات البسك بزاف فوالا شوف وبالنسبه للوطيل الحاجه اللي فيه زوين هي ديك الماكله اللي تيجيبو ليك وديك اللعيبه فهمت كالس بلاصتك طنطن هي اللعيبه اللي زوينه في الوطيل تمولك كتمول صاحبي واش تخيل بنادم صاحبي عمرو كلا لونتخي وتعايط لهم في الوطيل جيبو لينا شي صالات ريح لي شمن صالة بلعب مش عارف بأن ذاك الشيء كيتحسب عليه فهمتي كيقول خرج كيقول لي عندك كان زميل صالات وماساج كيما عدنان عزيز عليه الماساج في لوطيل عزيز عليه الماساج واحد الدري صحيح كيدور على الصفوات ديال الموتور كتسولو تيقول لك بحال دابا مثلا مراكش بحال فيها من الصبا والمزيانه وهادي بشحال وبحال قلت لك كل صبا شكون هو اللي كيدير لك الماساج شكون هو اللي خصك تسول عليه يعني مشى اكثر من مره فهمتي هذاك النوع كيكون مبلي بالصبا تيكون ديما هاد السويق في الكفر مسكا ديال الطاليان مسكا ديال الطاليان واحد قرعه الماء فيها ما صفر زعما هو ميليو ديال اشبيليا لا 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 شي لحلا واحد كلوريكس في الاخر زعما راه ما كاين حتى شي لعيب لا لا بنقي لا لا نوريك بحال شي لحلا كلوريكس كبير لا صاحبي كل عندنا جبت معايا الصاك الصاك ديال الصاك واحد النهار دخلت دخلت الحمام الزبير خويا الله يحفظك الله يحفظك شكون هو الزبير مرحبا خويا الزبير زبير ويلا صاحبي ما عرفتيش الزبير شكون الزبير زبير غليظ الزبير هلال زبير هلال اكزاكتلي الحبيب الغالي عرفتي المرافقين الحبيب الغالي الله يوفقك كنتلاقى معاهم بزاف هذوك ديال الدومين تيقول لك كي داير بابا الحبيب الغالي خبرتي عليا لا 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 مبشور تبارك الله والله الا مبشور وحق الله مبشور تبارك والله تعشى معايا اليوم تتفرح لي قلبي اخويا شوف كاين شي ديزارتيست مثلا هو ما عندك ما عندوش معاك ولكن راه كتلقى ولاد الصغار راه شادينك في البيت وكيتفرجوا فيك والله يا بابا كيضحكنا با تيقول لي حيت هذاك سمعت فيك الضحك ديالنا مشى معاك لا دير من كطرا كطرا شي دريه كنمشي مصاحب معاه تتحقد تدير على الكرو صاحب مع شي دري في يوم من الايام تطلع معاه في الطوموبيل تطلق كلاه تيدوز من حداك ياك تيطلقك ليها هسا صعيب هاد القضيه صعيب عرفتي شنو هو هسا هو راه ما عارفش الدري شنو واقع في كواليس هي عارفه شنو واقع على حشومك شوف خاد نتا حميمك بغيتي تخرج ليا ثاني على حميمك بغيت نجبد ديك الصداع مع المراه لا 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 كول حنا كول شي قال لك يقول لك حنا كول في الدار ومرتاحين حلو قرب كينا المهلاكة شو كتعرفوا كتعرفوا ضارب الهابلي المعلم وكيه قفله وزينة واحد راه كنا كنبيعو الديزير حنا بنش لعيبات انا وخوادري فواد الذهب جا
دير انا تفاح ليمون بنان. جا خدم عندي تفاح خدم الليمون، كعرف انت كتبيعو تسلي كتقولي تاخد لك البنان انت عادي يا سلايم. ويقول لي لا 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 الفرا عندي قاصح شويه، قالت لي خدها تفاح ليمون صافي عطيتو عبرت ليهم لا لا عبرت لي زعما قالت لي قاصح، قالت لي ما نجيبش بنان تفاح ليمون. انا شفت فيديو مؤخرا ندير واحد المراه كتصلخ رازيلا الصا طيب الصلطه. واحد قال لي رشيد منافق اللي واحد قال لي في كومونتير رشيد منافق غير كي سايسمع. اخويا انا منافق وكان سايسمع. يلا انا حامض وهو صابر معايا حيت انا ولد الدرب صافي. جالي 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 مزيان مزيان صح اخاك. قلت لك هذاك الدري كتصلخ فيه مرتو بالصنطه واعطيت شي يقول له اغات ضريب بزاف بحال هذوك الدريات اللي كتقول اعوذ بالله منا ماما شنو تيقولوا لهذاك الباسل الراجيم زعما ما تعرفش يا الشيطان مشكل زعما حوريه كيف لا ديك اللعبه فهمتيني من الملكوت رشيد تقادات لي كونيكسيون اشرا رشيد رشيد الدراري ما عندوش الكونيكس رشيد رافق إيبارشي ندخلوا معنا شي واحد اخر العشرين شي صوت شكون ندخلوا